يقول الأستاذ بوشعيب شوفاني عن مساكن الجن: الغالبية العظمى من الجان تقيم في الأنهار والنوافير والينابيع والأبنية المتهدمة والحمامات والمخازن والأفران والكهوف والخراب، ويختار بعضهم الإقامة في شقوق الجدران وتحت عتبات البيوت المأهولة، ولذلك فإن الناس يخشون من الجلوس على العتبات وخاصة عند المساء، وإذا مروا فوقها ذكروا اسم الله، ويعتقد الناس أن الجن يمكن أن يسرقوا أشياءنا إذا لم نذكر اسم الله عند استعمالها. فالمرأة التي تمد يدها للحبوب أو الطحين أو الزيت دون أن تذكر اسم الله تخسر جزءا كبيرا من أشيائها هذه ويسرقها الجن. ويحب الجان أن يعامل باحترام، فعندما يدخل شخص ما مستودعا أو كهفا أو حتى إذا كان يكنس غرفة مضى عليها وقت وهي خالية فيجب عليه أن يذكر اسم الله، وكذلك الحال إذا كان الشخص يحمل نارا أو ماء فإن عليه أن يذكر اسم الله حتى لا تسقط النار أو الماء على الجن. ومن علامات وجود الجن في مكان ما أن يشعر الإنسان بقشعريرة مصحوبة بوقوف شعر الرأس، وعندئذ ينبغي أن يذكر اسم الله، لأنه لو فعل ذلك فإن الجن لا يستطيع إلحاق الضرر به، لأن ذكر اسم الله يعتبر حصنا وحماية من الأذى. وتسمى الجن التي تسكن في مساكن الإنس العمار، وكثيرا من البيوت مسكونة من صالح الجن أو من شياطينهم. أفعال الجان: سرقت بعض الممتلكات التي لم يذكر اسم الله عليها، إشعال النار وحرق الممتلكات بصورة متتابعة بسبب أو بدون سبب، وغالبا ما يكون الحريق في الأماكن المغلقة مثل الدواليب والغرف المغلقة، أو في نطاق ضيق مثل حرق ستارة أو سجاد أو ملابس في دولاب إلى آخره. وكذلك لا يحصل الحريق في الغالب إلا عند وجود أحد سكان المنزل من الإنس. ومن أفعالهم إصدار أصوات مرعبة، بكاء، صراخا، أنينا، ضحك، أو سماع صوت أحد أصحاب المنزل ينادي، كأن يسمع الزوج زوجته تناديه، أو يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش منه، أو إحداث ريح شديدة يتأرجح بفعلها كل ما في المكان، أو يسمع وقعا لخطوات ثقيلة تسير فوق السقف أو في الغرف المجاورة، أو التشكل على هيئة ثعابين وقطط وحيوانات مختلفة، أو التشكل على هيئة نصف إنسان ونصف حيوان، أو الظهور على هيئة دخان أبيض ينساب شيئا فشيئا ويتحول إلى شكل من الأشكال، وربما يحصل العكس فيتبدد، أو التشكل على هيئة أشباح سوداء أو رمادية أو بيضاء شفافة تتراوح كثافتها بين الضباب وبخار الماء. وهذه الأشباح قد تتحول تدريجيا وتتجسد في صورة رجل أو في صورة امرأة أو أي شكل آخر، وغالبا ما يكون وجه الشبح غير واضح المعالم. علامات وجود الجان: يشعر أهل السكن بانقباض وضيق شديد ونفور من المسكن، أو يشعر الإنسان بوجود شخص يلازمه في ذلك المسكن، وربما يشعر كأن أحدا يسير خلفه، وحين يلتفت لا يجد شيئا، وتكثر الأحلام المزعجة والكوابيس والفزع عند النوم لدى أهل المسكن. وعندما يمر الإنسان في مكان الذي يتواجد به الجن يشعر بخفقان مفاجئ في قلبه، أو قشعريرة في عامة جسده، أو تقشعر جلد رأسه، أو يشعر بحفيف كحفيف الشجر، أو يشم رائحة كبريتية، أو يشعر المار بمجال مغناطيسي يعم كافة جسمه، ويكون شديدا في بعض الأماكن ويقل أو ينعدم في أماكن أخرى.
ويقوم الجن بالتشكل في صفة جسد أو شبح للأطفال وتخويفهم بل وضربهم أحيانا. ولذلك نجد بعض الآباء والأمهات يتعجبون من تصرفات أطفالهم، وذلك عندما يسمعون الطفل يتحدث مع شخص لا يرونه، أو عندما يبكي الطفل ويذكر لهم أن رجل في الغرفة قد ضربه، أو أن الطفل قد شاهد رجلا متعلقا في السقف بشكل مخيف. إن أسباب اعتداء الجن على مساكن الإنس في الغالب كثيرة، لكن الجن لا يعتدي على مساكن الإنس إلا أنه أحيانا يحصل التحرش من الجن بسبب من الأسباب التالية: ظلم الإنس للجن مثل ما ذكر. ظلم الجن للإنس بدون سبب، لكن من النادر أن تعتدي الجن على مساكن الإنس دون سبب بسبب السحر، عدم ذكر الله وهجر قراءة القرآن في البيت، التحدث عن الجن والاستهزاء بهم بدون داعي، عدم تحصين البيت وقت السكن فيه، صب الماء الحار على الأرض، ذبح الحيوانات في المساء. قد يفعل الإنسان كل ما سبق ذكره من طرق الاحتماء من الجن، ولكن دون جدوى. قد يكون السبب في ذلك وجود سحر أو وجود إنسان من أهل المنزل به مس من الجان، أو تضرر الجن من الإنس بسبب أو آخر. والحل في هذه الحالة متابعة القراءة في المنزل والتحدث إليهم بالترغيب والترهيب، وكذلك رش الماء والملح خصوصا عند عتبات الأبواب والزوايا، والقراءة على أهل ذلك البيت حتى تتوقف الشياطين عن الأذى، ولو طالت المدة فسوف يقهرون ويخرجون.